تنضم إلينا من ماريلاند أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية الدكتورة ساحر خميس. مرحبا بك دكتورة وشكرا لانضمامك إلينا. بداية، يعني ما المتوقع من بيان الليلة؟ هل يمكن أن نتوقع الكثير؟ شكرا لكم على الاستضافة. لا أعتقد أننا من الممكن أن نتوقع الكثير فيما يتعلق بتغير الموقف الأمريكي نحو المملكة العربية السعودية أو توقيع أي نوع من أنواع العقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو كما نعلم الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية. من الواضح أن الأمر سيقتصر على بيان يوضح أهمية مراعاة حقوق الإنسان وعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وما يسمى برول أوف لا أو سطوة وحكم القانون. وأيضا عرفنا أن هناك بالفعل توقيع بعض العقوبات على بعض الشخصيات السعودية ومنع بعضهم من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموقف الذي يتسم بالإمساك بالعصا من المنتصف أو محاولة خلق نوع من أنواع التوازن بين ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية من اهتمام بملفات حقوق الإنسان حول العالم وعودة أمريكا للصدارة أو الزعامة الدبلوماسية كما أطلق عليها الرئيس الجديد جو بايدن من ناحية، والحفاظ على المصالح الاستراتيجية والشراكة مع المملكة العربية السعودية من ناحية أخرى، موقف لا يرضي كثير من الأطراف. على سبيل المثال، يعني هناك كثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين طبعا أبدوا استياءهم وإحباطهم من هذا الموقف الوسطي. كذلك لدينا بعض أعضاء الحزب الديمقراطي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي، قال أيضا أنه ممتعض من هذا الموقف الذي لا يتسم بالصرامة ولا الحسم الكافي في هذا الأمر، وهو من وجهة نظره أمر محبط للغاية ومخيب للأمال، لأنه على حد تعبيره هناك دماء على يد ولي تماما العهد. دكتورة، لكنك أيضا محاضرة في الجامعة في كلية الإعلام، وتعلمين في السياسة الدولية المصالح هي من يحكم العلاقة بين الدول، لا مصلحة لواشنطن معاداة السعودية في حين تربطها مصالح اقتصادية ضخمة معها. لكن هذه انتقادات وجهت للرئيس بايدن، ما صحت ذلك؟ هذه الانتقادات كما ذكرت جاءت من المعارضين السعوديين ومن الناشطين في حقوق الإنسان وأيضا من أعضاء الحزب الديمقراطي، وطبعا في المقابل كان هناك امتعاض من السعودية نحو التقرير وما تضمنه التقرير من تفاصيل رفضتها السعودية شكلا ومضمونا. نأتي للنقطة الهامة وهي عملية المصالح المشتركة بين البلدين، وهذا هو الشق الآخر للأمر. فتفسير الموقف الأمريكي هنا بالفعل هو مراعاة الحفاظ على هذه المصالح الاستراتيجية، ليست فقط في المسار الاقتصادي وهي طبعا يعني ملف هام، ولكن هناك أيضا رغبة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون السعودية قوة تحدث نوع من أنواع التوازن أمام إيران في المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي حليف وشريك لها في المنطقة استراتيجيا وعسكريا، وأيضا أن يكون لها نوع من أنواع الثقل كما ذكرت في مواجهة إيران من ناحية، وأيضا عدم جنوح السعودية أو توجهها نحو الصين بأي شكل من الأشكال. فهناك عدة أمور وعدة ملفات هامة في هذا الإطار تحرص عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس من مصلحتها أن يكون هناك أي نوع من أنواع العداء المباشر أو طبعا قطع العلاقات. كما نعلم أيضا أن السعودية تلعب دور الوسيط في عملية السلام أو معاهدات السلام بين إسرائيل وبين دول عربية في المنطقة. فكل طيب. هذه إذا جاز التعبير دكتورة ساحر، ربما الغرض من هذا التقرير هو ورقة ضغط على السعودية، لكن في مقابل ماذا؟ ما الذي تريده الإدارة الأمريكية من وراء هذا الضغط تحديدا من ولي العهد السعودي كما ذكرتي الحاكم الفعلي في المملكة؟ أنا أعتقد أن يعني هناك أكثر من شيء، هناك رسالة واضحة ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية كما قالها الرئيس بايدن في أول خطاب له يتحدث فيه عن الأمور أو الشؤون الدولية والخارجية، عندما قال أمريكا إز باك أو أمريكا عادت مرة أخرى، بمعنى أن لها صدارة وزعامة دبلوماسية. فهي رسالة ليست فقط موجهة إلى ولي العهد السعودي والمملكة العربية السعودية، ولكن إلى يعني الحكام حول العالم الذين لديهم أنظمة سلطوية أو شمولية، يعني توقفوا عن الممارسات التي تعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان كما حدث في الواقعة البشعة لجمال خاشقجي. في نفس الوقت أيضا هي تريد أن تحدث هذا التوازن، هي تريد العودة مرة أخرى إلى الاتفاق النووي والمعاهدة النووية مع إيران، يريد أن يكون هناك كل شخص في مكانها أو كل دولة في مكانها وفي حجمها الطبيعي، دون أن يكون هناك نوع من أنواع التوغل لقوة معينة في المنطقة على حساب الأخرى. فإحداث هذا النوع من التوازن في رأيي هو ما يسعى إليه جو بايدن، ولكن هذا الموقف الوسطي أو إمساك العصا من المنتصف كما ذكرت لا يرضي كل الأطراف، بل إنه لا يرضي أي طرف من الأطراف في حقيقة الأمر.
شكرا جزيلا لك من ماريلاند، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية الدكتورة ساحر خميس.